بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السولو بورد. ان شاء الله النهارده نبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين اللي عندنا منظور بسيط، نقدر بقى نطبق الكلام ده بكل سهوله، وكل الناس بقى اللي ماشي معانا في السلسله يبدا يقدر يطبق الكلام ده بطريقه بسيطه باستخدام الاوامر اللي هو اتعلمها من بدايه السلسله اللي احنا شغالين عليها. المنظور اللي قدامنا لو احنا بصينا لازم تبدا تطلع الطول والعرض والارتفاع عشان تكون انت فاهم الابعاد بتاعت الشكل بتاعك او تقرا الرسم بتاعتك معموله ازاي. بعد كده بتبدا تحدد شكل التو دي بتاعك اللي هتبدا تشتغل عليه. واحنا بالنسبه لنا لو احنا بصينا على الشكل هتلاقي ايه انسب شكل تشتغل عليه هو الشكل ده، وتبدا تدي له الطول بتاعه اللي هو بقيمته 60، وبعد كده تبدا ترسم الشكل اللي قدامك تاني. ده يبقى انت كده خلصت الرسمه بتاعتك. طيب تعالى الكلام ده ننفذه ازاي بطريقه بسيطه جدا. هنروح بقى نرسم على البرنامج السوليد، نختار بقى المستوى اللي هنبدأ نرسم عليه. أول حاجة بنبدأ نعمل بارت، وبعدين هنبدأ نرسم المستوى بتاعنا. بالنسبة لنا المستوى الفرونت ولا التوب ولا الرايت، هو بالنسبة لنا التوب هو المناسب جدا في الحالة بتاعتنا. بعد ما اختار المستوى هبدأ أرسم إيه شكل المستطيل ده. انا عندي هنا مستطيل وفي نص دايره، تعالى بقى نرسم بقى شكل المستطيل ده. وعندي هنا مستطيل اللي هو الشكل ده، وعندي دايره، تعالى نرسم دايره نص القطر بتاعها من المنتصف. تعالى بقى ندي الابعاد، ممكن اقطع على طول او اشيل الزيادات للشكل بتاعك بالمنظر ده. وتعال ندي الابعاد. اول حاجه الطول ده عندك كله عباره عن كام؟ الطول كله عباره عن 30 و30 و30، وعندك 5 يمين و5 شمال، يبقى انت عندك الطول كله عباره عن 100، يبقى المسافه دي كلها عباره عن 100. الارتفاع من هنا لحد الجزء ده تعال نشوف هو كان عبارة عن كام، أو العرض بتاعك عبارة عن 40. المسافة اللي النص عبارة عن 16 من ال40، يبقى أنت تقدر تقول له 40 ناقص ال16 على الاتنين، يبقى أنت كده جبت المسافة للجزئين دول اللي هم عبارة عن 12 هنا و12 الناحية التانية. تعال ندي للجزء ده الأبعاد بتاعته عبارة عن 12، وأقول له إن الجزء ده، وأعمل كنترول بيساوي الجزء ده، وأبدأ أعمل علامة صح. تلقائي عندك الطول ده خلاص بقى تعرف اللي هو عبارة عن كام؟ عبارة عن الـ16. هشوف المسافة من هنا لحد الجزء اللي جوه ده كام؟ قيمته 10 مليمتر. وبكده يبقى انت عرفت الجزء بتاعك. تعال بقى نشوف قيمة الار. الار عندك بيه 25، والمسافة من هنا لحد الجزء ده عبارة عن الـ50. طيب ايه اللي محتاجه تاني؟ هبدأ اعمل الجزء ده الناحية التانية، يبقى انا اعمل هنا امر ميرور، اعمل سنتر لاين لي ريفرنس ليا اشتغل عليه، واقول له اعمل لي ميرور للجسم ده او الخطوط دي حوالين الخط ده، واعمل علامة صح. بيبدأ يطلع لك رسالة خطأ، خلاص تعملها بقى يدوي خلاص مفيش مشكلة. هتقول له إن البعد ده
بيساوي البعد ده، بيساوي البعد ده، قيمتهم بيكبر. والمسافة دي من هنا لغاية هنا كانت قيمتهم ب 12، ونفس الكلام بالنسبة للجزء اللي تحت ده. يبقى أنت كده عرفت الجسم ده كله. تعالى بقى نشيل الزيادة، بدأ يشيل لك الزيادة. تعالى بقى ناقص إيه عندك إيه؟ عندك تقدر بقى تقول له أنا عندي إيه تاني؟ عملت هنا الـ R، عاوز أديله المسافة من هنا لغاية هنا 25. أقول له المسافة دي عبارة عن 25، وهي طبعا تلقائي طلع لك ب 25 أهي. وبكده بقت الرسمة عندك عبارة عن فولي ديفاين. تعالى بقى نعمل له بقى اكسترود بالقيمة بتاعته اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 60، وأبدأ أعمل علامة صح. الخطوة اللي بعد كده، أنا خلصت الجزء ده، يبقى محتاج أرسم الشكل ده. يبقى أنا لازم أختار المستوى ده وأعمل سكتش واعمل نورمال 2. الشكل بقى عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة في المنتصف من تحت. هاجي هنا عند المنتصف وارسم دايرة، وبعدين ابدأ ارسم البعد بتاع الدايرة. كان عبارة عن 30، القطر بتاع الدايرة عبارة عن 30. وهقول له اقطع لي الجزء ده شيل لي الجزء ده. فانا عملت خط عشان يبدا يقطع لي الجزء ده. تعالى بقى نعمل ايه؟ نعمل خط تاني. خط تاني هيكون ماشي كده لغايه ما نوصل للاخر. ادي خط وادي خط تاني. ونفس الكلام الناحية التانية. وفي خط في الجزء اللي فوق ده. الخط اللي فوق ده كانت عبارة عن الطول بتاعه عبارة عن 20. المسافة من هنا لغاية هنا أربعين، ونفس الكلام بالنسبة للناحية التانية. يبقى أنت كده ظبطت الأبعاد بتاعتك. الارتفاع محتاج بقى الارتفاع من هنا لغاية الجزء اللي فوق. الارتفاع بالنسبة لنا هيكون عبارة عن هنا مسافة من هنا لغاية هنا 10. يبقى أنت كده عرفت له الخط ده. ناقص بقى ترسم له هنا دايرة. الدايرة بتاعتك هتكون عبارة عن R 35. الـ R35 تعالى بقى نبص لها بقى عشان نبدأ نرسمها. بتبعد من المركز ده لحد الخط ده بمسافة 10. ومن هنا المسافة دي 5، إنما من فوق 10. تعالى بقى نعمل الحتة دي، هي دي اللي كانت عبارة عن 5. ومن هنا لغاية هنا هي اللي عبارة عن 10. ونفس الكلام الناحية التانية، أقول له من الخط ده للخط ده عبارة عن 10. ومن النقطة دي عبارة عن 5.
وابدا اعمل بقى ايه، اشيل الزيادات. عشان اشيل الزيادات اعمل بس خط وهم كده بالنسبه لي، هقول له شيل الجزء ده، يفضل لك الجزء ده فقط، ويشيل الجزء ده، واقول له شيل الجزء ده، ويشيل الجزء ده، ومحتاج كمان اشيل الخط ده، واشيل الخط ده، واشيل الخط ده، ولو عندي حاجة زيادة ابدأ اشيلها. وتعالى بقى نشيل كمان الجزء اللي تحت ده، يبقى انت رسمت يا دوب الحتة دي. محتاج نتعرف ايه، اقول له ان البعد ده المفروض يكون 15، اقول له ان الار بتاعتك كانت عباره عن ار 5 و30، وتعالى بقى نعمل بس كنترول زد، بعد كده هتقدر تقول له بقى ايه، تقدر تقول له انا عايز اعمل بقى امر اكسترود. تعال نشوف شكل المنظور، البعد ده كام؟ البعد ده المفروض يكون 30، وتبدأ تعمل علامة صح. ده كده شكل المنظور بتاعنا. هتلاقي عندك هنا في جزء، الجزء ده المفروض يكون مفتوح للآخر، يعني هنا المفروض المجرى دي مفتوحة للآخر. لو احنا عايزين نعملها بقى نشتغل عليها، نقول له نعمل سكتش على الجزء ده، وبعدين نعمل نورمال تو، نقول له هنا دايرة، اقول له الدايره دي اعملها لي مفرغه. يبقى كده احنا خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.